ازيكو يا اجمد واصيع واروش ناس في العالم. للمرة 7 مليون، شكرا قوي ان انتم بتتفرجوا او بتسمعوا البودكاست دلوقتي، ومبسوط ان انتم مديني المساحة ان انا اعرفكم على ناس، حتى لو انتم كمان اكيد الناس اللي انا بجيبهم فعلا هم تقال قوي في اي حتة بيعملوها زي ما انتم عارفين. ضيف النهاردة اللي هيجي معانا في الفيديو او البودكاست، عجبني اوي موضوع برضو كلمة ضيف وبتاعه، لان برضو القعدة قعدة شكلها بيتي شوية، فتدي مود ان هو في ضيف عندي في البيت وكده، فعجباني برضو قوي. يعني من غير ما اخش في تفاصيل كتيرة، جامد قوي في الحتة بتاعته وابتداها من تحت قوي، فيلا بينا وان شاء الله هتتبسطوا في القعدة بتاعت النهاردة من The Man Talks. انا شايفك ممتاز كده، انت طبعا بقى مظبط نفسك بقى الوان واضاءه وبتاع عمال اوقف عمال عشان تبقى القعده فينتج كده ورايقه. فانا لا بقالي بس كتير فعلا ما ها قعدتش ان انا اقعد كده اهدى، يعني انا في دوامه بصور بمنتج، اديني كام يوم محصله مثلا 40 ساعه مونتاج في 3 4 ايام. يا لهوي، ده ف حاجات ليك انت ولا الشغل، يعني شغل مع القناة عندك؟ لا لا، شغل على الشانل، المشروع اللي انا كنت بقول لك اللي البروجكت، طبعا مش هقول اسمه دلوقتي عشان ايه ما نتفضح. بس احنا ممكن يعني ما ينفعش تجيب سيرة اي حاجة حاليا. ها لا لا خالص، مش هينفع، هو خليه مفاجأة. فانا فعلا بقالي مثلا 4 ايام مش عارف اقعد، مش عارف اقعد اهدى مع نفسي حتى افكر انا محتاج اعمل ايه. هو عامة ان طبعا الشغلانات اللي بتبقى يعني من النوع ده، عارف لما بتفتح ما ينفعش تقفلها، لان يعني معلش لازم تتعب شوية عشان هي دي بتبقى الطلعة، فاهم؟ تبقى طلعة تقيلة هي دي بقى الفكره. بالظبط. والبروجكت ده فعلا هيفرق معانا، مبسوط بيه لغايه دلوقتي. يعني انا يعني لغايه امبارح ها خبر، يعني باقي على الكونفرميشن بس، انا بعت يعني اول درافت او اول حاجه كده اللي هو سامبل للشغل بتاعي، اوكي فلسه فاهم. مستني بقى المردود بتاعه. انت بتبقى فاهم بقى اللي هو الحاجات اللي البروجكت اللي بتبقى شغال فيها انت او بعت لهم كونفرميشن بعد البروجكت كده. نفسه ولا لسه اللي هو البداية ده اللي بس؟ هو الفاينل، ده الفاينل، ده اللي هينزل. فاهم. انا مبسوط بالنتيجه اللي كانت طالعه، ده اول حاجه، اول مره اعملها. يعني هو ممكن ما تكونش يعني اكتر حاجه بيرفكت، بس انا مبسوط ان انا خدت ليفل فاهمك عني فاهمك انا، وش فاهم؟ فاهمك طبعا فاهم وش قصدي؟ حطيت بس لنفسك تحدي ورحت ناطط عليه يعني، بالظبط فاهم؟ كده، ايوه ده ليفل اعلى مني انا، صح وده صح ده يكفي بالنسبه لي دي يعني، خطيرة فاهم؟ خطيرة دي انا بفضل افضل طالع خطوه خطوه. يا بس جماعة. ده الراجل بتاع تكنو ثيرابي التقيل، انا كل الناس طبعا اكيد هتلاقيها عارفة تكنو ثيرابي، بس اسم بيتر بقى هو ده اللي مش مستخبي مش قوي لعلمك، عايز اقول لك انا احيانا من وقت للتاني بدخل ببحث على اليوتيوب، بكتب كده بيتر ميلاد، اشوف الناس بتبحث عني باسم ايه، تمام؟ اوكي فبلاقي الناس يعني اكتر حاجه بيتر ميلاد سماعات، اكتر حاجه في اول حاجه في السيرش، لكن ما حدش بيبحث كتير بتكنو ثيرابي. ممكن الكومباينيشن ما بينهم مش الطف حاجه، بس فاهم. انا مش فاكر ساعتها كانت، يعني انا شرحت الموضوع قبل كده، سميت القناه كده ليه. بس هو طب ايه ده، هم احنا بيتكلموا يعني بيتر عايزين نيجي للحته دي دلوقتي، او طالما انت فتحتها يعني ميلاد. سبقتني فكده ريحتني من الطلعه. انت دلوقتي يعني ممكن يعني تعرف نفسك، انت طبعا يعني اشهر بنار على العالم، بس يعني تعرف نفسك للناس اللي يا صاحبي صدقني، يعني ده كلام كبير. انا عايز اقول لكم في البدايه، انا اصلا بيج فان، بيج فان لشعراوي، يا يعني نهار ده اسود. من زمان من زمان من زمان جدا. ودي يمكن اول استفاده من يوتيوب، يعني لو هنتكلم على حاجات ان انا غيرت فيا في اليوتيوب، ان انت بتقربك من الناس اللي انت بتتفرج عليهم او بتتابعهم. يعني دي صح اول مية حاجه، في المية انت بتدخل الكوميونتي ده، او لو هنسميه كوميونتي، بس انا بحس كوميونتي فعلا. صح عارف اللي هو الناس دي انا كنت بشوفها بس من بعيد، ما مش عارفها، انا ما صح اعرفهاش، انا عايز اسلم على فلان الفلاني، عايز اعرفه اكتر والكلام ده. ودي اكتر حاجه انا حسيتها فعلا في يوتيوب. بس فانا شعراوي بتفرج عليه من زمان جدا، متابعه من زمان قوي يعني. والله العظيم ثلاثة، ده شرف ليا أنا، ده والله، وشرف ليا إن وفعلا أنت انا مبسوط، جيت أصلا في انا مبسوط الفيديو ده. مبسوط فعلا ساعتها بالفيديو سوجيشن اللي طلع لي، اللي عرفته يعني، انا عرفتك عن طريق فيديو سوجيشن، يعني عارف انت أصلا تحت فيديوهات، انا تحت فيديوهات كده، اذا بتفرج على فيديو طلع لي فيديو شعراوي، فدخلت طب اتفرج ممكن تقول شدني. لنا إيه الفيديو اللي أنت كنت بتشوفه لا وأنا ده؟ مش فاكر، لا انت ده الكلام ده من زمان، من زمان قوي. بس انا فاكر يعني اغلب العناوين، ساعتها تقريبا انا كنت بقلب عن حاجات للشعر وحاجات، علشان برضه انا دقني مش كامله،
فتقريبا كان حاجه من الحاجات دي ساعتها كنت بقى او عرفتك عن طريق اللي هو زمان براند، اول حاجه البراند بتاعك اللي مش عارف انا هو لسه شغال دلوقتي، انت لسه مكمل في الموضوع ده؟ شغال لسه شركه شغال، وان شاء الله هنقفل الفيديو ده وهتلاقي حاجات جات لك على البيت تجربه. يا ريت والله. بس فده مبدئيا يعني انا حبيت ان انا فعلا انا مبسوط والله العظيم ثلاثة باللي انا حبيبي، قاعد بتكلم معاك. ده شرف ليا. طيب انا للناس اللي ما تعرفنيش، انا اسمي بيتر بلاد، عندي قناه اسمها تكنو ثيرابي، دي القناه اللي انا بمارس فيها الهوايه بتاعتي. يعني انا بحب كده اقعد اتكلم، اقعد ارغي في الموبايلات. تمام، انا مش هتكلم او مش هقول انا راجل فاهم، بس انا بحب اقعد ارغي كاني واحد نازل يشتري موبايل وجابه وعجبه مثلا او ما عجبوش، وطلعت اتكلم عليه على التشانل. ده ملخص فاهمك. القناه بتاعتي. انا اصلا وظيفتي او شغلي او الكارير بتاعي، انا اصلا دكتور علاج طبيعي، يعني مش عايز اقول سابقا، انا ما زلت على قيد الحكومه. اي بس يمكن ما كانتش دي اكتر نقطه في حياتي، مش هنقول عملتها صح او غلط، هي مش غلط، بس هي كانت مرحله في حياتي لنقطه ما او لوقت معين، وقررت في مرحله خلاص ذات سنه مش هينفع اكمل فيها اكتر من كده، يعني انت مش قصدك بتاع ان مرحلة الطب نفسه يعني؟ بالظبط. انت في مع طب ان ايه انا كنت عامة؟ انا كنت انا بص انا كليه علاج طبيعي، مش طب علاج طبيعي، عشان في قسم في طب اسمه علاج طبيعي، اوكي لكن انا كليه علاج طبيعي، انا كليه تانية خالص فاهمك مستقله، ده الاساس يعني. فاهمك فاهمك جدا. عامة يعني هو منطقي جدا اختيار الثيرابي تكنو ثيرابي، فاللي هو زي ما العلاج الطبيعي. بالظبط، ما هو انا اصلا انا اصلا فيزيو ثيرابيست. تمام، فيزيو بالظبط. ثيرابيست، فجت اي تكنو تكنو ثيرابي اللي ثيرابيست. هو انا كنت من الاول خليتها تكنو ثيرابيست، وبعد كده خليتها تكنو ثيرابي. تمام، اللي هو عشان تبقى فاهم، ماشيه كده اصل تكنو وكله ثيرابيست مقتنع ممكن حتى الان. يفتكروك بتصلحها كمان، يقول لك ده راجل بقى بالظبط، فاهم. اصل فحلو ثيرابيست اللي هو اسم الفاعل، انا حبيت اللي هو فاهم. يعني الاسم الكبير، مش عارف اسمها بالعربي بس اي زي الحاجه الكبيره يعني. ايوه تمام، المعالج يعني، زي المعالج الطبيعي يعني، بس مثلا انت يعني المعالج انا التكنولوجي يعني. بالظبط كده. بس كله يعني كان عامة مقتنع ان انا كنت واخدها من انبوكس ثيرابي، لو عارف اكيد عارف انبوكس ثيرابي هو لويس بص، بتاع كلمة انبوكس ثيرابي. ثيرابي دي يعني حتى لو فرضنا ان انت واخدها اصلا منه، يعني هو اصل الثيرابي ده دي حاجة، بس صباح انت الفل يعني، يعني بس اسمها ايه؟ انا بحبه بقى مثلا باي ذا واي يعني. ايوه طبعا، هو عامة راجل مريح جدا الفرجة عليه، وانا يعني انا برضو بحبه بصراحة كاريزماتيك فشخ. بالظبط. بس انت عامة يعني هي فكرة ان انت بتتكلم عن الثيرابي واللي هو ده قسم الكلية بتاعتك او الجامعة بتاعتك او بالظبط، كده، دي ف كانت فكرة التسمية فعلا ايوه يعني. بالظبط. طب يعني عايز اقول لك انا بقى، انا عرفتك ازاي؟ ماشي، انا تمام، برضو انت طلعت لي في الريكومندد، وبعدين انا شفت الفيديو بتاعك وعملت سبسكرايب. خلاص انا عايز اقول لك على حاجه، انا بجد والله انا في وقت بعمل سبسكرايب، انا اصلا لا بتابع موبايلات يعني، انا ممكن التليفون تمام بتاعي فاهمك. بغيره مثلا كل 3 4 سنين عادي يعني، مش بيفرق معايا قوي فاهم. يعني انا كان عندي بالظبط، تليفون بتاعي ايفون 6 اس، فضلت قاعد لحد ما الاكس اس نزل، كل الحاجات اللي في النص دي ولا كانها موجوده، ومبسوط بتليفوني جدا فاهم. طالما شغال زي الفؤاد انا ما قالش لا خلاص يعني، بالظبط يكمل معانا لغايه ما يقول اي. بالظبط كده. وبعدين انا بالصدفه كنت بتفرج على يوتيوب، لقيتك طلعت عملت فيديو قشطه، رحت انا تمام، نازل ده، ما تسالنيش انا عملت كده ليه، بجد والله انا رحت داخل جايب اول فيديو انت عملته، وبعدين قفلت الفيديو ورحت باعت لك مسج قلت لك انا عايز اعمل معاك فيديو على طول في ساعتها، لانه اول بجد فيديو ده، اول فيديو ايوه. عايز اقول لك كمان ده تقريبا مش الاول بي يعني، كان في فيديو تقريبا قبليه تقريبا يعني، انا مش فاكر لغايه دلوقتي عشان انا فاكر ان انا في البدايه عملت تقريبا التو شانلز او كان نفس التشانل دي، بس مسحت فيديو مش فاكر، بس مش اوكي ده كان اول فيديو، ده مش اول فيديو عملته، انا فاكر اول فيديو لغايه في دلوقتي واحد عملته. عملته ومسحته. بس مش ده، مش اول ده يعني، ده يعتبر البدايه ان انا نويت خلاص ان شاء الله هكمل يعني. اوكي تمام، اوكي فاهم. وين كنت ما كانتش بدايتي اسهل حاجه او ما كملتش برضو يعني، كنت كل فيديو كل مثلا شهر شهرين، اوكي بس اول فيديو انا عملته، اول فيديو ايوه احكي كان لنا. ما احكي لنا، كنتش لان طالع انت كنت في سنة كام اصلا؟ وكنت انت كنت في مدرسة ولا في الجامعة؟ يعني لا احكي كنت في لي. الجامعه، كنت في الجامعه في سنه تقريبا، كنت في سنه ثالثه او رابعه، لا ثالثه مش رابعه. اوكي كنت ما كنتش طالع فيه بوشي اصلا، انا كنت مسجل سكرين ريكورد للشاشه ها وبعمل فويس اوفر عليه يعني. اوكي الفكره بتاعت الفيديو كانت جات لي ازاي، كنت جاي موبايل انا فاكره لغايه دلوقتي هواوي جي 8 اوكي تقريبا، الموبايل ده كان فيه ثلاث مشاكل، كان فيه كام مشكله كده، فانا كنت شفت لهم حلول مؤقته زي ما بيقول كده، حلول مؤقته لغايه ما يجي ابديت او حل للمشكله دي.
اوكي وساعتها كان الموضوع تريندي تريندي، لو الناس بتبحث عليه وتدور عليه، قلت لما تعمل فيديو الناس هتشوفك وبتاع. وفعلا عملت الفيديو، بس كنت مكسوف ان انا اطلع بصراحه، ان انا اتكلم، مش بعرف اتكلم قدام كاميرا قوي. هو انا لما بشوف الفرق يعني، هو بقول لك انا شفت عامه انا معترف ان انا شخص مش سبيكابل، انا مش بحب، انا ممكن اقعد كده معاك ندردش، طلعني على مسرح مش قادر. بطه بلدي، بطه بلدي، فاهم؟ بطه بلدي تمام. وما احبش امسك مايك، انا اتكلم فهمك. كده واسمعوني، ما احبش امسك مايك، فهمك. ولو سكتني مايك هتوتر. هو كده هو ايه، هو ما هو يا حلاوه يوتيوب في كده. انا بص انا هتكلم اهو، هتكلم اهو في بالظبط اوضتي اي في بالظبط. الكومفورت زون بتاعي. ونمنتج بقى براحتنا، اقطع بقى براحتك تمام. بس اوكي. فقعدت فعلا سجلته، عايز اقول لك سجلته كمان اكتر من مره برضو، الواحد عشان كنت عايز ايه ان الناس تفهمني، كل ما اقول جمله عشان هم مش شايفين تعبير وشي او مش شايفيني، فانا خايف ان عايز هم مثلا تبقى الكلام الفكره دي ما يطلع يفهمهاش مظبوط. فاهمك فاهمك. بالظبط. والفيديو ده فعلا من اول ما نزلته شعراوي، انا عارف كنت عمال اتابعه كده، كان بيزيد يعني. الفيديو ده جاب ساعتها 35,000 مشاهده او حاجه، اللي هو وأول ايه ده، ده أول الله وأول فيديو، يا نهار أسود. بالظبط، اللي هو بس هي الفكره دي كانت دي البدايه، ودي يمكن طريقه من اللي ممكن الناس تبتدي بيها. وقلتها قبل كده في فيديو، اللي هو أوكي. لما ازاي وصلت 100,000، انت عايز تبتدي خاصه في حاجه او في مجال فيه اكتر من واحد قبلك، او احنا دلوقتي مثلا لو هنتكلم على التك دلوقتي كتير مش قليلين، صح. عايز تبتدي، ابتدي بفكره ترندي اللي هي على الاقل هتزق معاك او بوش معاك فاهمك. في البدايه يعني. بس طب ممكن اقول لك على حاجه في الحته دي. انت قول دلوقتي اولا انت اخترت اصلا القصه بتاعت ان انت تتكلم على التليفون ليه؟ يعني انت كنت اصلا عايز تخش يوتيوب في حته التكنولوجيا، ولا انت قلت تبتدي في حاجه حسيت ان هو ايه ده، طب مبدا في موضوع التكنولوجيا؟ بص، هو انا من زمان مهووس بالتكنولوجيا، بلاش موبايلات يعني، انا بحب اي حاجه غريبه بتتفك وتتربط تمام. وكنت شاطر كمان بالاضافه يعني، انا دماغي حسابيه اكتر من اللي انا احفظ يعني، بحب افهم اكتر ما احفظ. وما فاهمك. تسالنيش انا ازاي دخلت مثلا علم علوم مش رياضه، ما تسالش ليه يعني، هو فاهم. فوق الموضوع مش مفهوم. انا كنت بحب الفيزياء الكيمياء الرياضه، وكنت اقرا الاحياء جدا. بس فانا كنت مهووس بقى باي شيء ممكن اي شيء يفك وتربط فاهمك. يعني ما كان مثلا اكتر حد بيبقى فاهم الموضوع ده بالنسبه لي كان خالي، كان عشان هو كان دايما بره مصر، كل ما بيجي معاه حاجه غريبه فاهم. ساعتها بقى، ايام احنا ايام النوكيا 3310 كان بالنسبه لي ده وهم فاهم. فاللي هو كان بينزل مثلا بموبايل مثلا بلاك بيري بيتفتح ويتقفل، الله ده ايه ده انا ازاي بالنسبه لي ازاي كان كده؟ اختراع فاهم. كنت دايما امسك كده يعني، هو يجي يقول لي من غير ما انا اقول له انا معايا حاجه ليك هتعجبك، ويديني يقول لي قلب كده فاهم. اوكي. بس فدي هي هوايه من عندي من زمان، انا بحب الاختراعات. ولولا انا في مصر يعني برضو محكومين يعني، انا لو انت فعلا عارف في والله صح كلامك سليم 100%. انا كنت لسه بقول لمراتي انه هو احنا في مصر يعني، انت لما بتروح اي حته، بتروح الخليج مثلا اللي هم يعني ابديتد بكل سنتوفه اي كمية حاجه، جادجتس. ايه ده، بالظبط، اي حاجه جديده بتنزل تلاقيها تاني يوم هنا. اللي هو مش ما دي الناس طبعا فكرة. بقى تقول لك والله اصل هم عشان بيروح لهم الحاجات عشان هم بيشتروا، لا يا لا يعني لا خالص، هنا هم خلاص عايزين يثقفوا الناس، وعايزين بالظبط اصل التكنولوجيا دي ثقافة يعني، كل ما بتبقى قوي في التكنولوجيا بالظبط. بقيت قوي في يعني ثقافتك ليها تقيلة. ف هنا انا بحاول اجيب مثلا جادجتس، احاول اجيب حاجات كده يعني، حاجات جديده تنفعك بتاع، ما فيش الاكسسوارات دي ليه، الحاجات انت مقفول مثلا في الموبايل على سماعه وشاحن وكابل في وجراب. بطارية بالظبط. بس ما فيش حاجه مثلا تحطها للموبايل تساعدك، الحاجات اللي انا بلاقيها مثلا على امازون، عشان طبعا عشان تشحنها مصر والجو ده انسى انسى، كبيره. فانا وهتصرف بالنسبه لي صرف ايه كتير قوي على الفيديو الواحد. بالظبط بالظبط، انا كان دي بدايتي بالنسبه لي. انا كنت حابب ان انا يعني عارف اللي هو هفتح اليوتيوب ده، هقعد اتكلم والناس اللي بتحب الموبايلات زيي هتقعد تسمعني. اوكي ما كنتش واخدها كشغل يعني، ما كنتش فاهم واخدها اللي هو ده اللي بعد كده بقى هيدخل لي فلوس بقى والجو ده فاهم. فاهم. انا لقيت حاجه انا بعرف اتكلم فيها وبتكلم فيها كويس، او يعني على قدي، مش فاهم. بلاش يعني على قدي، فاطلع ارغي مع الناس. فاهم. فلا يحب الموضوع او هيستلطف الموضوع هيتابعني. ويمكن في فاهمك. فيديوهات لغايه دلوقتي انا سايبها يعني، انا في فيديوهات القديمه، انت لو قال لي القديمه تقريبا أي اغلبيه الفيديوهات اللي انا ابتديت بيها تلاقيها اي ما تمام. هو انا بقول هو ده اللي اصلا خلاني اخش. لا هو بص، هو كان في يعني، لما هقول لك على كام حاجه. طيب هم دول يعني، انا لو هعمل تكنولوجيا هيبقوا بالنسبه لي كانهم عقبه شويه. ماشي. اولا ان انا لو انا يعني دايما الناس اللي هم بيخشوا عشان يتفرجوا على حاجه تكنولوجيا، هو عايز يشوف الشخص ماسك الحاجه،
يا اما بالظبط. هيروح قايل لك مثلا ايه ده انت جايب لي صور ومقصقصها وحاططها على البتاع وانت اصلا واقف بتتكلم وسايب الموبايل، يعني مفيش حاجه في ايدك. بس انا عايز اقول لك كان في فيديوهات في البدايه طبعا، عشان كان ما كانش معايا السبورت الكفايه بالظبط. ان انا اقدر اشتري. يعني انا لما وصلت لمرحله ان انا اقدر اشتري موبايلات كنت بشتريها. يعني انا ولغايه دلوقتي في موبايلات انا ما زلت حد انا بشتريها على حسابي، يعني والناس اللي بتتابعني عارفه كده، ان فاهم. انا مش كل الشركات مثلا بتتعامل معايا. بس هقول لك انا مش هنكر ان في مرحله من حياتي ان انا كنت بضطر مثلا في موبايل جديد نازل بسمع له مثلا فيما لو كل عن 10 20 فيديو على الاقل، عشان لما اطلع اتكلم عليه او انقل هنقل مش بقول كنت ساعتها مش بكتب تجربتي، انا صح، كنت بشرح بطلع بوصل ان في موبايل جديد نزل، فاهمك فاهم قصدي؟ فاهمك، مش مراجعه للموبايل على قد ما هو، لا انا يا جدعان في موبايل جديد نزل بتدي بس الناس انا هنقل ابديت كده. ايوه فاهم بالعربي، بالعربي بس مش انجلش. هو كان صح. طبعا الموبايل بتنزل بره مصر قبل هنا بس. وكنت مثلا لو في مقارنه الناس بقى عارف كنت حرفيا كاني واحد بيسالني، كنت بعتبر حد سالني بيتر مثلا اجيب بالموبايل ده ولا ده، اقعد افصص له كده اقول له ده في كذا ده في كذا، فانت هتبقى مناسب ليك. ما كنتش بقعد اقول له مثلا ده الحلو ده الوحش، ده فاهمك المناسب ليك. انا شايف لاي موبايل هو حلو بس لحد ما، يعني صح للشخص اللي هيبقى هيستخدمه صح. صح اي موبايل حتى ابو 1000 جنيه انت هتستخدمه على قد امكانياته هو ده مناسب ليك، معاك 100%. فاهم قصدي؟ صح. بس طب فدي انت كانت عامة بدايه لما خدت طيب النقلة بقى، يعني انت دلوقتي خلاص، اصل انا برضو شفت الفيديو الاولاني وبعد كده انا لقيتك بتعمل زي اللي هو شوية ترانزيشنز وتكست انيميشن وبتاع، طبعا حاجات كنت اللي هي هقول طبعا بدائية قوي لانه انا لسه ببدأ ومش هقعد اتفزلك، بالظبط. انا في حاجات المتوفرة قدامي هظبطها. فانت دلوقتي الحاجات دي بقى اتعلمتها يعني ازاي فكرت تعمل مونتاج، ازاي فكرت دي التكست انيميشن، يعني كتبت يعني اصل في اول واحد بيخش في المجال اكيد بيبقى مصدوم الاول، انا مش عارف اعمل ايه. وعايز اقول لك انت فتحت في كذا نقطه، ان الكل بيسالني الحاجات دي بتسال عليها، وانا زمان كنت مكانهم بسال عليها. يعني انا مش عارف ابحث عليها ازاي او اجيبها منين اعمل ايه. بص البدايه خالص خالص انا ابتديت ان انا اشوف انا الفيديو اللي انا هصوره ده انا اصلا هصوره ازاي، انا ما كنتش اعرف يعني بيتصوروا ازاي، يعني ايه فاهم. مايك، يعني ايه اضاءه. ابتديت ابحث افهم ان لازم يبقى في لايت ومحطوط بزاويه بطريقه معينه عشان انا ابقى باين كويس، ومايك عشان يبقى بنطلع مركز على صوتي انا، ده فاهمك. الملخص المفيد، وكاميرا تشوفني، وطالما في اضاءه كويسه الكاميرا تشوفني كويس صح. مهما كانت الكاميرا ايه. دي كانت بدايه. بعد كده طب الفيديو ده يعني هجمله واقطعه ازاي؟ انا مش احسن واحد بيتكلم بطريقه ورا بعضها، لا انا بتهت كتير وبتلخبط كتير وكنت بعوق الدنيا. شرحه هنا. وانا بس كمان. فاللي هو لا انا فعلا بص احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي كويس، حطيني هنصور فيديو. طب ايه بقى؟ ايه؟ او تلاقي لا لسانك ايه؟ لزق والله في فاهمك بقك، جدا. اللي هو انت كنت كويس يا ابني، فاهم؟ يمكن دي برضو من الحاجات اللي الناس مش هتحسها بس لما تدخل المجال هتحسها. الكلام اوكي. سهل عليها بس فعلا في المكان نفسه الموضوع مش سهل قوي. ها ابتديت ادور على برامج مونتاج، واول برنامج ابتديت بيه كان كامتازيا ستوديو 8 لو تعرف او اسمه ايه؟ تسمع عنه. كامتازيا ستوديو 8 بصراحة ما اعرفوش. لا ده كان اول برنامج في منه دلوقتي اللي هو الزرق الاحدث دلوقتي تقريبا على اخر ما انا كنت متابع، اللي هو كامتازيا ستوديو 9، وما زلت بستخدمه احيانا دلوقتي اللي انا بعمل بيه سكرين، عشان هو في اوبشن بيعمل سكرين ريكوردنج للشاشه. وبعد كده ابتديت لا لازم يعني اخد ستيب، فسمعت ان في برنامج اسمه ادوبي بريمير برو. فاهم. كان اول فيديو اتفرج عليه لاحمد ابو زيد، اكيد عارف احمد ابو انت زيد. عارف ان اي حد بيسألني على ادوب بريمير عشان انا بشتغل على فاينل كات، فاي خش حد ببعت له بالظبط لينك ابو زيد على طول. اللي هو اتعلم اي حاجه في 90 دقيقه. انا اتعلمت منه فوتوشوب، اتعلمت منه البريمير، وعايز اقول لك انا بعد الفيديو ده كنت قادر امنتج، يعني مش اوف، اللي هو مش فاهمك فاهمك. هو اعطاني بيز اقطع ولزق وحط الفيديو. انا كنت في البدايه مش عايز اكتر من كده، فاهم. وبالنسبه لي خدت خطوه ده ادوبي ده بريمير اللي بيمنتجوا بيه الناس اللي هي الاكبر مني وبتاع والكلام ده، وبيطلع فيديو من ناس اكتر من صح كامتازيا. دي كانت اول نقطه. بعد كده ابتديت بقى طب انا عايز احلل الفيديو شويه عشان انا ما كنتش بصور باحلى كواليتي. انا عامه يعني الناس كانت عارفه انا كنت بصور لغايه مثلا مش فاكر لغايه كام، لغايه تقريبا 6000 او 7000 كنت بصور بموبايل على حسب الموبايل اللي معايا بصور بيه. بصور بيه. فاهم فاهم. والاضاءه ما كانش عندي اضاءه زي كده، انا كانت اضاءه صورتها لهم قبل كده كانت كراتين وعاملها فيها سبوت لايتس كده وحاطط عارفها. عليها ورق تمام، وانا كنت عاملهم بايدي تمام، انا كنت جايب كنت بقول لك المواسير بتاع المايه دي. ايوه، كان زمان في، عارف انا كان في لمبه كده مدوره على شكل رينج، كنت بجيبها واروح مركب لها كده زي بتاع اللي هو زيت، مش عارف اسمه ترانزستور ولا مش عارف بيتحط له بتاع كده، واروح حاطه في الفيشه
وافضل مثبته باي حاجه قدامي، رابطه بشويه لزق كده عشان قال لي انا واقف رينج بقى، ده حاجه بروفيشنال بقى. واصلا لو حد شاف المنظر اللي هو مش هيتفرج على الفيديو. ايوه فاهم. ويت ورك ومش نفعت اهم حاجه كانت انت عارف اقول لك على حاجه يا بيتر، والله العظيم انا لما بشوف الفيديو ساعتها بقول يا نهار اسود على القرف، ازاي كانت اصلا اللي هو بيتشاف. بلاقي مره الاقي مثلا حد كاتب لي دي من احلى المرات اللي شفت فيه الاضاءه، اللي هو ايه ده، انت لو انت حاطط على نفسك مجهود وفي غيرك مبسوط قوي. الناس كانت بتفكراني وقتها انا بصور بكاميرا، بتقول كان دايما بيكتبوا لي في الكومنتات انت بتصور بكاميرا ايه؟ يا جماعه والله ما بصور بكاميرا، ده موبايل تمام مش احسن كواليتي، بس بحط له شويه انيميشن شويه حاجات تشغل عينه عني فاهم، وفي نفس الوقت تخلي الفيديو متحرك فاهم، اللي هو الفيديو مش بكادر ثابت. فانا كنت يمكن بالنسبه لي ده تعب ساعتها، انا الترانزيشن دي بالنسبه ايه، ترانزيشن دي ايه، الانتقالات دي بيجيبوها ازاي، فاهم. وكنت بقعد ابحث بقى، طبعا كان كله بقى فري فري بقى، ده انتقالات مجانيه للادوبي بريمير برو. هات اربعه هات اربعه. حرفيا في البدايه كله دور، هو البدايه كده ابتدي تدور على كل حاجه فري يعني. انت بادي خاصه لو مثلا مش معاك، انا ما كانش معايا، انا كنت حرفيا انا بادي بزيرو، مش عايز، هو زيرو بادجت، ما كانش معايا بادجت. ايوه فاهم طبعا قصدك. انا ما ساعتها كنت لسه مش شغال، مش معايا فلوس، وانا كنت حابب ابتدي في الموضوع ده الون يعني، انا مش عايز مساعده من حد فاهم يعني، مش اقصد حاجه يعني، انت ما بتعملش زي يعني، انت لو معاك مساعده يعني كنت مساعده على فكره في ناس بالظبط. كتير قوي من الناس اللي هم التقال كانوا في يعني في يوتيوب وكده، يعني بيطلع بالظبط يقول لك انا دلوقتي اهلي ساعدوني، يعني انا اهلي كانوا يقدروا يساعدوني امثل، يعني لازم اوري لك ان انا اتطحنت؟ لا انا اتطحنت الشغل، لكن ممكن حد بالظبط. يساعدني. ده اسهل، ده بالعكس سهل عليك بالظبط مراحل كتير، ده بالظبط بالعكس انا ابتديت بالهارد واي تمام. فانا ما كانش فيه بادجت، انا البادجت بتاعتي كانت ايه، موبايل، وكنت جايب له حرفين سيلفي ستيك وحاططها في قاعده خشب فواقفه كده ثابته ومثبت عليها موبايل وشكرا. وجبت بقى عرفت بعد كده في مايك اسمه بويا ام اللي 1 بالسلك ده عدى على بالسلك، كل مصر، كل مصر عايز اقول لك معايا لغايه دلوقتي يعني، ده هو صوته بصراحه الكواليتي تحفة. بتاعته مقبول جدا، ايوه احسن من صوت الموبايل. صح فهي كانت صح الموضوع بالنسبه لي كانت يعني كانت درجه خطوه مراحل. خطوه، بس انا كل شويه بحاول يعني بيتوفر معايا فلوس تمام، لازم اخد يعني ستيب تمام، ولغايه دلوقتي انا بيجي معايا فلوس مش قادر، فاهمك، لازم اجيب حاجه بقى طالما في فرصة ابجريد خلاص اعمل ايه، مش قادر. بالظبط. هو اعتبره انا حاليا هو مشروع وانت بتستثمر فيه، صح بتحط فيه 100% فلوس علشان تاخد مقابل بيه تمام. صح وطبعا صح في ناس بتتابعك وبتحترمك عايزه تشوفك تمام، فانت لازم بتعمل يعني كده تخليه مستمتع. بتقدرهم. ايوه بالظبط، بالظبط انت لازم يعني، هي الموضوع مش جيف اويز بس، بالعكس انا بعمل لك عشان تشوفني كويس، عشان تشوف البرودكت اللي انا بعرضه لك بطريقه كويسه افضل يعني. انا الاول كنت بصور مثلا بكاميرا، بعد ما جبت كاميرا كانت ال 600 دي، هي مش وحشه يعني، هي كبدايه افضل احسن من الموبايل، صح عشان مش احسن ككواليتي برضه، عشان الناس تبقى، لو انا عارف دي اول حاجه الناس بتفكر فيها، ال 6 دي 600 دي لو 600 دي بعد الموبايل، هي ككواليتي مفيش فرق اوكي يعني، لو الناس دي هتتفاجئ، بس هي بتديني كابابيلتيز اكتر، او بتديني امكانيات اكتر يعني. انا عمري ما هنسى ان انا صورت قبل كده ريفيو موبايل بموبايل، طلع فاهمك. عيني مفيش زوم مفيش لينز مفيش حاجه اقدر اغير بيها في الشكل مشكلة برضو فاهم. عامة اللي حتة الديناميك رينج بتاع الكاميرا، اللي هو اللي بالظبط هتلاقي حتة من الموضوع كان ورا اللي صعب هو جدا، فاهم مفيش depth of field مظبوط. الكاميرا بتسهل جدا، صح بس ككواليتي انا ما حسيتش بفرق، فاهمك لا انا كنت طالع فاهمك. بكواليتي بموبايل زي الكاميرا اصل فاهم. انت ممكن في شوية تفاصيل صغيرة تعوضها في الايديتس، يعني برضو هتلاقي مظبوط الدنيا بتتظبط يعني فاهم. طب اسألك على حاجة في الحتة دي، بما انك قول لي. يعني بتتكلم على الشراء وبتاع، انا لسه شايف الفيديو بتاعك بتاع البلاك فرايداي، ماشي؟ يعني احكي لي على وجهة نظرك في البلاك فرايداي ده كفكرة. هو بص، هو كفكره ماركتينج يعني، انا لغايه دلوقتي عمري ما قعدت كده، ودي يمكن عايز اقول لك دي اول سنه اقعد اشتري، استنى البلاك فرايداي واقعد يعني فعلا ادور واعمل يعني، انا عمري ما كنت بفكر في يعني انا محتاج حاجه بنزل اجيبها صح فاهمك جدا. وانجز، بس اول مره اقعد استنى، ويمكن وجايب في السنه اللي فيها الكورونا، فاللي هو مش احسن بلاك فرايداي، في حاجات كده انا كنت عارف اوريدي مش اسعارها، احسن انا بلاك حاجات انا مش عارف، احسن بلاك فرايداي بالنسبه لك يعني، عشان مش عارف خايف تنزل وكده مع الناس لا انا مش كاسعار وخصومات يعني، في حاجات انا كنت عارف سعرها، وادخل ادخل الاقيه مش هطبلي على السعر
حاطط لي سعر اعلى وحاطط نفس السعر. فاهم. طب انا عارف والله سعرها، انا عارف السعر الحاجه دي، خاصه مثلا في المجال انت على بتاعي. فكره الكلمه دي انا سمعتك بتقولها في الفيديو، انت قلتها يعني قبل ما تخش في الحته بتاعت لما دخلت على الويب سايت وبتاع، فكنت بتشرح القصه دي في الاول ان هو في ناس بالظبط، بتعمل الحركه دي. في انا حاجات انا وخاصه عشان كده بحب وش يعني اول سنه دي كده اتابع بقى من بدري، ابقى عارف ايوه الحاجه، طبعا، خاصه الحاجات بتاعتي، الحاجات والناس مثلا عامه مش الموبايلات هينفع، مش والمجال هتضحك عليها، وش الناس فاهمه ومتابعه كل حاجه، عارفه كل حاجه بتحصل. بالظبط. فاهم. بس في عروض، بس هي مش هنا يعني، هو في عروض بس يمكن بشوفها اكتر بره مصر، ويمكن برضو السنه مش احسن عروض يعني. يمكن هقول لك على اللي حاجه، انا دايما اول ما بشوف كلمه العرض نفسها اكيد طبعا الصراحه بتهز، يعني بخش اقول طب انا بقول لك، هو ابص ماركتنج كده اكتر كده ما هو حاجه بالظبط. واقعيه، تمام يعني. زي ابسط ماركتنج في الحياه بشوفه، تمام، خد 3 ب 10، الكيلو مثلا ب 2 ونص، فاهم، اديني 3 ب 10، متكيف انا اي كده. ممكن اكون انا اكون مش محتاج ال مش 3 محتاجه كيلو، قوي صح. انا محتاج الكيلو بس، تمام. لا انا كده اتكيفت، انا كده واخد يعني افضليه، واخد ادفانتج، فاهم. كان في واحد راجل اللي هو اسمه مارك كيوبن، ده راجل يعني امريكاني، هو واحد انفستر، عارف في برنامج اسمه شارك تانك، كان بيجيبوا لا كده في 3 مستثمرين كده بيقعدوا جنب بعض، وفي ناس بتطلع تعرض لهم افكار ويشتروا فكرته، يقول انا هخش استثمر معاك. فهو كان بيقول لك ان انت، انا من الحاجات اللي انا كنت بعملها اللي ساعدتني ان انا انجح قوي واوفر فلوس، ان انا كنت بشوف اي حاجه ممكن لو جبتها باوفر، الحاجات اللي هي اللي انا بجيبها على طول، لبن يقول لك مثلا كرتونه عليها اوفر، اروح جايب الكرتونه كرتونة كلها بالظبط، فيقعد قاعد فتره طويله بيستعمل في الحاجه وجايبها في اوفر، ومكان حلاقه مثلا امواس يروح جايب اللي هو 100 واحده مثلا ما يصرفش عليهم كده، فاهم. بس انا مش دي مدرستي بصراحه. هي بالظبط، هي لوجيكس، بحس ان هي كل واحد ودماغه يعني. في ناس بتقول فاهمك. لك انا بدل ما اجيب الكيلو ابو 3 جنيه ما اجيب 10 كيلو، والكيلو عليها ب 2 جنيه، وممكن ال 10 كيلو دول اغلبيتهم يترموا او يبقى يبوظوا او كده، بس لا هو كده، فاهم. لا ما احنا فهو نجيب الموضوع بقى حاجات ما تبصش. ستوري. بالظبط، انا مثلا استثمر في ستورج، هات لك اس اس دي تيرا، حتى لو يعني وش هتلاقي نفسك بتملاه يعني. صح؟ مثلا انا عايز اعمل ابجريد عندي للاس اس دي، والله بما انا ان انا اصلا فتحت قبل ما استيراد. نتكلم على طول الهارد ديسك بتاعي قاعد يعمل صوت كده طقطقه كده اللي بتاعت الباد سيكتورز، قلت يا نهار اسود، رحت شكرا، شايله الحق نفسك. واللي هو انا هكلم سوق دلوقتي حالا. بالظبط. طب اقول بس لك يا عايز اسالك على حاجه، قول انت قول ايه اول يعني اول براند ديل، يعني اللي هو جالك مثلا براند قال لك انا عايز اعمل معاك ديل ان انت تتكلم على تليفون او كده، وهم اللي كلموك ولا انت اللي كلمتهم؟ بص، هو انا لغايه دلوقتي ما كلمتش اي، بصراحه اي يعني اي شركه، كل الشركات اتعاملت معاهم يعني. هم بييجوا بيشوفوك، تمام، ازيك يا بيتر، احنا عاجبنا الكونتنت بتاعك، عايزين نتعامل سوا، اوكي تمام. يمكن ده انا عارف، ويمكن ده انت بتسال اسئله، بصراحه دي الحاجات اللي بتجي لنا فعلا، سواء فاهم. لاي حد على اليوتيوب، هو بيشوفك فبيجي يقول لك احنا عايزين نتعامل سوا، سواء بقى شافك انت عندك 10,000. انا في مثلا شركه شافتني وانا مثلا كنت 40,000 تقريبا او 50,000، تمام. ومثلا الشركات دي جوميا، مثلا جوميا اتعاملت معايا بدري قوي مثلا، تمام. فاهم. لذيذ قوي القصة دي. بس فاللي هو على حسب ما بيشوفك يعني. انا مش بتروح انت تقول يعني، أو يعني أنا مش بتروح، مش هنحطها كحاجات اساسيات يعني، انت براحتك. بس صح، انا مثلا ما عملتش كده يعني، مش عايزين نخليها انت الموضوع كنت محكم يعني. مركز في انا الكونتنت شغال بتاعك وبس. بالظبط، بالظبط انا بالظبط. بشتغل والناس بتعجبها المحتوى بتاعي، او حد اتفرج عليه وعجبه الكونتنت او عجبه بيتر، خلاص اوكي يا بيتر احنا عايزين نتعامل سوا. بس يعني انا بالنسبه لي كان الموضوع ماشي كده، تمام، عامة بعيدا بقى صح وغلط يعني. ده مش عيب، يعني في ناس بتحب بالظبط. تنجز وتابروتش الناس، وناس لا، يعني قشطة مش حوار يعني. بالظبط يعني، مش عايز اقول اللي هي مش اساسيات يعني، مش ده اللي انا عملته ده بيتر، هو ده يعني، هو ده المنهج الصح اللي او بيتمشي عليه. كده، لا، كل فاهمك واحد صح. طريقته. بالظبط يعني يعني. انت انا في البروجكت اروح اللي انت مثلا سوري معلش، اللي هو البروجكت اتفضل. اللي انت البروجكت اللي انت بتشتغل عليه مثلا حاليا، انت قلت لي ده خطوة مهمة جدا في حياتك وكده، هم البراند مثلا او اللي انت هتعمل معاهم الشغل، هم اللي كلموك من غير ما انت تبعت لهم؟ هم اللي كلموني، ده باي تشانس كده، ده الموضوع جه بالصدفه يعني، اوكي فاهم. لقيت مسج جايه لي، انا ما كنتش ما ردتش عليها يعني، مش ما ردتش عليها او ما جات لي، اللي هو فضلت سايبها شويه يعني، عشان جه وراها مسجات تانية انا نسيتها او صح عدى عليها فاهمك. فتره. اوكي وبالصدفه قاعد بتكلم مع واحد ما اعرفش، فاتح الجيميل او فعيني جت على المسج تاني، بقول له والله جاي لي رساله من
من شركه غريبه كده اسمها كذا كذا كذا. قال لي الشركه اسمها كذا كذا كذا، انت عارف مين دول؟ انت عارف مين دي؟ مين دول انت سايبهم على جنب دول؟ حرفيا هو الموضوع كده. انت بتقول مين؟ بص قلت له والله يا ابني انا مش انا حرفيا مش مركز، وانا بتوه كتير عامه، وانا واحد يعني ايزي ميزي، فيلا انا ما خدتش بالي. وانا فعلا يمكن عشان انا عايش عامه، انا عايش لوحدي، فكل حاجه انا بعملها لوحدي فاهم، بس بسط فاهم. فعلا رديت عليهم الموضوع ده الموضوع كبير فاهم. بس ويمكن دي من يعني ممكن فعلا البروجكت ده انا فخور بيه بنفسي جدا، انا تعبت عليه جدا فتره، انا كان يعني انا الفتره دي اصلا مش افضل مود قوي في الحياه، ويمكن اكتر دي حاجه بتاثر على اي يوتيوبر، هو فجاه كده المود بيقلب، بتبقى مش قادر تعمل اي كونتنت، مش قادر تفكر، مش قادر فاهم صعب فاهم. طب اسالك على حاجه، بما انك جبت سيرتي لو انت عايش لوحدك وكده، انت يعني دي بعيد عن اللي هو الاسئله الشخصيه يعني، بس بسال انت عامل كده قصد ولا انت اللي هو ظروفك؟ هقول لك بص انا اصلا من بني سويف، اهلي وكلهم بني سويف تحديدا. أوكي. كمان مركز ببت. اوكي. انا كليتي كانت في القاهره، يعني ساعه لما انا كنت في ثانويه كانت كليه العلاج الطبيعي الوحيده على مستوى الجمهوريه كانت في القاهره. اوكي. دلوقتي ما شاء الله كل محافظه تقريبا في كليه، فساعتها لما جالي علاج طبيعي خلاص، فانا كان لازم انتقل من حياتي من بني سويف للقاهره. وبناء عليه بدأت بقى اللي هو ايه، خلاص انا عايش هنا. بعد كده بتبتدي تخلص في امتيازك، احنا بنشتغل من بدري شويه قبل الامتياز كمان، فاللي هو الشغل جاب شغل والشغل، فتلاقي نفسك انت خلاص انا يعني مقفول في القاهره، يعني صح. شغلي بحياتي بحاجتي هنا. حاليا انا باجي انزل بني سويف تمام، بحس ان انا كأن حرفيا عصفور واتقفل. انا في القاهره الدنيا واسعه، وانا فاهم قصدك جدا، تعودت على الواسعه، مع ان العكس كان تماما. انا ما جيت هنا القاهره حرفيا انزلوا دوروا عليا مش عارف اروح، مش عارف اروح، واسعه ياما تو. لكن العكس تمام، دلوقتي ارجع بني سويف ما اقدرش، احس في حاجه غلط، مش عارف اتحرك يعني. هي محافظه بس اصغر. انا عشان كده انا عايش هنا في شقه الاول، كنت طبعا مع اصحابي وبتاع بس خلاص بتيجي بقى في طريق كله بقى بيتفرق، بيشوف الحاجه المناسبه لي اكتر. انا بالنسبه لي كان عشان عايز مكان هادي، عايز مكان اقدر اصور فيه في اي وقت، عايز مكان يبقى بتاعي، فانا اضطريت ان انا اخد شقه، ودي الشقه انا بصور بيها هي اللي بنام فيها، يعني مش واخد استوديو مثلا بره حاجه، هي حاجه واحده، اوضه استوديو واوضه للنوم. ايوه توفيره، وانت مش هنقعد بالظبط. فده الموضوع جه كده، هي البدايه كانت الكليه، وبعد كده الشغل، وبعد كده شغل تاني، فكل الحياه هنا اتقفلت عليا في القاهره يعني. طب اول فيديو صورته كان هناك ولا هنا؟ ده كان صورته، لا ده صورته في لا هنا في القاهره، بس وانا قاعد مع شقه، كنا شقه سته في الشقه تمام. فتصور امتى بقى؟ صار الساعه 5 الفجر يا شعره بامانه بالله، كنت صار الساعه 5 عشان يبقى كله نايم تمام. وكمان انا كنت ساكن في شارع يعني رئيسي تمام، شارع الجامعه، فكان قدامنا الكوبري، فطلعت متكلي بالليل على الكوبري تمام. انا كنت مقفل بقى الازاز والشباك، وحاطط ما بين الشباك والازاز زي مخدات عشان الصوت، وكنت اتصور الساعه 5 عشان ثاني يوم اصحى امنتج بقى الفيديو كل يوم هيك يعني. أوف. على هذا المنوال تمام. طب بقول لك، اهلك اول ما شافوا الفيديو بقى يعني ايه اللي حصل؟ يعني ايه رد فعلهم اولا يعني على الفيديو الاولاني، ومع فكره اصلا انت بتعمل فيديوهات دي، ايه نظامهم فيها؟ هقول لك اهو. بص هو مش بيبقى احسن رد فعل يعني، هو انت كده، هو بيتزاول فاهم، ابني ضاع اللي هو بيتزاول، قال في ايه، انا لسه كنت في كليه امبارح، ايه اللي جابك هنا فاهم. اول ما عملت اول فيديو، هو ما انا يعني ما قلت لهمش ان انا عملت فيديو، انا عملت فيديو ورفعته اللي هو نشوف ايه الدنيا دي تمام. اوكي. انا ابتديت اول فيديو يعتبر في امتياز، كنت في اواخر الامتياز كده، وانا لسه هنا في القاهره. بعد كده جزء من امتيازي اخذته في بلدي، فطبعا لما رجعت بلدي طبعا جت لحظه الفضيحه، ان انا هطلع هتشاف، عايز اصور، لا انا عايز اصور، هصور أيوة. فين هتتشاف تمام. وخلاص بقى انا، انت مثلا يعني انت بتعمل ايه لما اغزه، يعني انت ايه اللي بتاع اللي انت جايبها لي دي ولا الحاجات دي. المهم فانا قلت لهم ان انا يعني عملت قناه وابتديت فيديو كده ان شاء الله، وناوي اكمل يعني لو مفيش مانع يعني تمام. فكان يعني الردود الفعل مش هينفع تتقال بالظبط، بس هم قالوا ايه، يعني عايز يعني من غير حتى من غير الشتيمه، يعني شيل الشتيمه، مش شتيمه. هو مثلا بالنسبه لوردي اللي هو يعني ما تبطل يا ابني الهبل، انت في ايه يا ابني، انت اتعملت اللي هو في ايه يا حبيبي، انت فاكر ان خلاص دكتور هيضيع ابني، هيضيع بالظبط ابني بالظبط. هو الفكره كلها، هم برضو مهما كان برضو يعني، انا مش هقول انا متصالح مع حاجه زي كده، انا مش شايف اللي هو حاجه صح تمام. ابتديت اتصالح مع الموضوع لما ابتدي افكر فيه اللي هو مش فاهم،
او مش عارف تمام، هو صح ومستني مستني يفهم بس تمام، او مستني يفهم الدنيا. يعني مثلا ابويا دلوقتي تمام بابا بيتابع انا بنزل كل فيديو، انت ما نزلتش فيديو ما تقوم تنزل فاهم، ما تقوم تصور فاهم ايه، فاهم إيه الموضوع بيمشي كده. بس انا لا انكر ان في البدايه الموضوع ما كانش احسن حاجه، انا ممكن ودي حاجات بتضايق، انا مش هقول ان هو يعني حد مثلا برضو يبتدي وكده، هي حاجات بتضايق ان انت اهلك او كده ما عطلكش البوش، البدايه دي بتفرق شويه صح. بس ده كان بيبش بقى معايا امي، امي مثلا تمام ما عندهاش مشكله يعني انت بتعمل كده تمام يلا فاهم الأمهات، يعني بتحب أولادها قوي يا جماعة. ومهديف ده الفكر، ده الفكر ما بين العاطفه والعقل يعني صح الاب والام، عشان كده في يعني بحس في توازن لازم الاثنين يتوازنوا مع بعض، ده يشد فاهمك ده يرخي ده صح. فاهم انت كده. بس ف بعد كده يعني بعدين بعد ما طبعا خدت الصدمه وهم خدوا الصدمه، ابتديت افكر في، كان احنا قاعدين في شقه ملك وفي شقه ايجار معانا من زمان، مش احنا فين؟ معانا عارف ايجار قديم اللي هو الحاجات البسيطه دي كانها ملك بتاعك في القاهرة؟ لا في في بلدي ده هناك مش ليه، برضو. ما انا عشان اوريدي اوكي انا اوريدي خلاص رحت هناك عشان هكمل الامتياز بتاعي هناك، بنزل مستشفيات هناك في بلدي. اوكي بس فقلت ليه ما اخدش اوضه منهم ويعني اعملها زي استوديو. ادهنها اي دهان بسيط كده ويعني اظبط نفسي فيها. وفعلا خدت اوضه ورحت دهنتها انا بنفسي، دهنت الحيطه يعني اول فيديو هتلاقيه معمول كده في حته سودا كده ورايا سودا صامه كده او فاهم. او رصاصي بس، وعملت بس سوفت بوكسين انا قلت لك عليهم دول بالكراتين والمواسير وما اعرفش، شفت الطريقه على اليوتيوب عملتها وبس بقى معايا اضاءه، ورحت جبت مايك وانا نازل من القاهره خلاص انا كده معايا المعدات تحفة. بتاعتي، وهناك عملت سيلف ستيك بس بابا انا عليه. بس كان بابا رايح، انت رايح جاي انت رايح فين رايح اسوق يا ابني اقعد ذاكر يا ابني ذاكر يا بابا انا خلصت يا بابا انا بامتياز، لا طب اقعد اشوف لك حالتين، حالتين ايه يا عم رايح اصور سيبني في حالي. ويمكن من الحاجات اللي الناس ما ممكن ما اتكلمتش عليها قبل كده في حياتي ممكن اشاركها معاك، انا في فتره امتياز دي طب ما كانتش احسن فتره في حياتي تمام، وكاني انا كنت بحاول اهرب او اشوف حاجه تانية تشغلني، ويمكن اللي ساعدني في ده ان انا ابتديت قبلها في يوتيوب. ويمكن من قبل فتره الامتياز يمكن انا من اواخر 2016 ما كنتش احسن حالي، يعني انا كنت الحاله النفسيه بتاعتي ما كانتش افضل حاله تمام. بسبب حاجة معينة ولا يعني في البيت عندك بالظبط مثلا وكده لا حاجة؟ لا 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 يعني كان حياتي الشخصيه ما كانتش منظمه او بافضل حال يعني كنت لو بتحب ولا هنسميها ايه؟ كده. والله المهم ليه دخلنا في حوارات، خلي طب اللايف ماشي، نعدي خلي نعديها ما نعديها. انتش ما انتش العته دي. المهم فانا بالنسبه لي اليوتيوب ساعدني ان انا اطلع شويه من حته انا كنت داخل فيها، انا عامه انا كنت اعتبر اصنف مريض اكتئاب تمام، ويمكن طلعت من الحته دي من فتره، ويمكن لغايه دلوقتي ما زلت يعني بعاني احيانا من الاكتئاب، بس هو في فرق بين الاكتئاب النفسي والاكتئاب العضوي بس. فانا بالنسبه لي اليوتيوب ده كان من الحاجات اللي كانت بتخرجني شويه من بره الحوار ده، يعني انا اروح واصور وحاسس ان انا بعمل حاجه بحبها، ويمكن دي الحاجه اللي انا اقدر اقول ان انا اخترتها، انا اخترتها فاهمك، اخترت طريقك بكامل جوايا للخلاص، العقلاني، ده طريقك انا للخلاص ده انا عاوز ده صح. بدون اي تاثيرات خارجيه انا عاوز ده. طب انت عامة اسألك على حاجة، هكلمك على المصري والانجليزي، قول لي كده قول لي ثلاثة فين يوتيوبرز اجانب بتحس ان هم دول مش لازم يكونوا في مجالك حتى، بس دول بتحب تتفرج عليهم. هو بص اول واحد طبعا انبوكس ثيرابي بحب لوز قوي، لويز بتاع انبوكس ثيرابي يعني بحب اتفرج عليه انا من زمان قوي 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 بحب اتفرج عليه، انا مش انا عندي مشكله كمان مع الاسماء عايز اقول لك فيها، انا مش بحفظ اسماء قوي يعني بس يعني هو مش معلق معايا، ممكن ايه بيتر ماكنن يعني احيانا كده بقعد بحب مش عارف ليه كنت هو سخنان في الاول اشوفه، وبعد كده حصل عندي حته كده اللي هو مش فاكر مين تالت ممكن اقول لك عليه اجنبي طب قول لنا ثلاثه مصريين. مصريين احمد ابو زيد بحب اتفرج عليه طبعا، انت طبعا بس مش طالع معاك بس انا بحب فعلا بحب اتفرج عليك. ده الحاجه تحسبني. طب اتنين تانيين يعني ما تحسبنيش، اتنين تانيين اللي هم يعني وبتتفرج عليهم ليه يعني؟ في مجالي ولا بره مجالي عامه ولا عامه؟ يعني بص هسيبها لك انت يعني مش عايز اضايقها قوي يعني. بص هو ايه مش الفكره، انا مثلا في مجالي بحب مثلا انا من زمان عامه بتابع يحيى رضوان من زمان، هو ويوسف عاطف من اوكي يعني انا عرفت
موضوع اليوتيوب عن طريقهم، او عرفت او هم اللي خلوني برضو ادخل موضوع الموبايلات ده شويه، اللي هو انت بتعرف كمان تتكلم، ايه رايك ما تجرب؟ ممكن قلت لهم الموضوع ده قبل كده، هم يعني الهموني ان انا ادخل في الحوار ده. وانا بحب الكواليتي يعني، هم بصراحه يوسف ويحيى كواليتي يعني، فكره اللي انت يعني عنايه بكيف تستمتع وانا بتفرج، انا في محتوى غني. بحب حاجة يحيى برضو، وبصراحة بحب يعني، انا بحب لو اندي عشان انا بحب لو اندي نفس طريقته يعني، تحس ان هي يعني دمه خفيف بسيط قوي، ويحيى برضو الموضوع بسيط بس ايه منظم شوية، بس بالظبط. كواليتي ما اقدرش اختارق يعني، هو نمبر وان تقريبا كواليتي بصراحة، كواليتي عنده تحفة تحفة تحفة. انا بحب اتفرج، بقول لك بغذي عينيا كده فاهم. في مين تاني بتفرج علي؟ ايه مشكلتي مؤخرا ان انا مبقتش اتابع يعني، انا بتفرج فاهمك جدا. تخطيف بس. نفسي كده تقول لي في مره، اللي هو بقول لك يا شعران عايزك تتكلم في كذا، يا سلام هبقى متمزج قوي، مش لازم مش دلوقتي. طيب ماشي، كده لا اسهل، هتفكر كده والله. اسهل. بالظبط. طب عامه يعني بص، انا يعني انا مبسوط قوي ان احنا اتقابلنا بجد والله، يعني فعلا يعني ده يعني اصلا ما حسيتش ان الوقت بيجري اساسا. انا والله ما اعرف، انا مش متابع الساعه كام دلوقتي، احنا قاعدين بتاع ساعه دلوقتي تقريبا بالظبط تمام. انا بالظبط. فعلا حاسس لو ما لحقناش نتكلم يا جدعان. ان شاء الله نعمل واحده يعني، انا يعني حاليا طبعا بعمل دي عشان اسرع ان احنا نعرف نتقابل ومضمونه، بس ان شاء الله بالظبط، هقابلك اكيد فيس تو فيس، ما فيهاش ان شاء الله. ده وش ده ما فيش اي حاجه. ده انا بصراحه انا كنت مبسوط اكتر. انا واحد يعني، انا اعرفك ممكن اكون قبل ما انت تعرفني، فاللي هو ايه، انا عايز اشوف الشخص ده على الحقيقه، اللي هو مش عايز اشوفه من ورا، مش من ورا شاشه. مش عايز تشوفني الكترونيكلي، عايز تشوفني حقيقي. بالظبط. اللي هو مش اللي هو الفكره اللي انا اللي بيني وبينه ان انا بتفرج عليه او بتابعه، ان انا عايز فاهمك. اعرف شعراوي اكتر كده، عايز اعرف فلان اكتر الكلام ده ده. بس يبقى من حظي لا والله. صدقني، ده انا عايز اتشرف والله، وان شاء الله ده نعمل كده الكلام اللي فلوج من في ورا كمان. الفيديو، فيديو فلوج استوديو تور عندك في الاستوديو. لما يوسع شويه والله يا ريت والله، بس لا عايز اوسع اكبر من كده، بس نحاول مش عارف. بص هتتظبط كله جاي. هو الحمد لله زي الفل دلوقتي، لغايه ما الموضوع يكبر عن كده شويه يعني، عشان هو يعني انت ما هو الجنب ده، انت مش شايف الجنب ده، انت شايف الجنب بعد ده. الفيديو اللي انت بعته ده اللي هتسمع عليه فيدباك، هنعرف هيحصل ايه. ده ربنا يستر. والله لسه ما سمعناش، يا ربنا يستر. حبيب قلبي والله، حبيبي تسلم، نورتني يا حبي. انت اكتر. باي باي. باي باي. شكرا قوي قوي يا بيتر على القعده الجميله دي، وشكرا يا جماعه قوي لو كملتوا لحد دلوقتي، شكرا قوي ان انتوا اتفرجتوا، وان شاء الله تبقى القعده الخطيره دي عجبتكم، واشوفكم في الفيديو الجاي او البودكاست الجاي. سلام.